انا مصور منتسب لجريدة منتخب مثلا. الموضوع هو اللي هو مهم جدا. واحد اجتماع. ما هو الحياة. مهدي الأحجيب نائب رئيس الجمعية الجهوية للمصورة الصحافة الرياضية الوطنية، اليوم عقدنا أول اجتماع ما بين المكتب المسير للجمعية وأيضا المنخرطين المنضوين تحت لوائها، بهدف أنه نغنيو النقاش وأيضا نحرصوا على عملية التنظيم اللي كتعرفها الملاعب المنضوية تحت لواء الجهة، بما يخص أكيد يعني الملعب أدرار وأيضا ملعب أحمد فانا، فيما يتعلق بعملية الدخول ديال الصحفيين والمصورين الرياضيين، وأيضا بحضور يعني جميع مكونات المكتب وايضا بحضور جميع المنخرطين وايضا يعني ممثلي خليه الاعلام ديال فريق الحسنيه وفريق اولمبيك تشيرا، باش تكون واحد العمليه التنسيق واحد العمليه ديال التشاور بين هذه المكونات هذا، باش انه نطوروا من العمل ديال المصورين الصحفيين ونحافظوا على يعني الميثاق ديال اخلاقيات المهنه وكل ما يتعلق بالمصور الصحفي الرياضي. بدايه اشكر المنابر الاعلاميه اللي حاضره معنا اليوم في هذا اللقاء، اللقاء التحسيسي ديال الجمعيه لفائده مصوري الصحافه بمدينه اكادير او بجهه سوس مساء عموما. اذا كان لقاء جميل جدا اللي فيه تلاقينا مع الاخوه ديالنا الزملاء المصورين الصحفيين، والجمعيه الجهويه للمصوري الصحافه الرياضيه دائما ما تقوم بهذه الانشطه، وان شاء الله جايين كذلك دورات تكوينيه لفائده الزملاء ديالنا، باش انه نحاولوا نطوروا من انفسنا وكذلك نحاولوا نكونوا مكونين في مجال الصوره الرياضيه. ابراهيم ايزبي منخرط بالجمعيه الرياضيه للمصورين الصحفيين الرياضيين. اليوم في هذا اللقاء التواصلي اللي دام اكثر من ساعتين كان نقاش مستفيض مع المنخرطين ومع المكتب ديال الجمعيه، ناقشنا بعض يعني المسائل التنظيميه اللي كتخص دخول الملاعب خصوصا ملعب أدرار وملعب تشيرة، وأخيرا يعني المكتب دون الملاحظات ووصلها يعني الممثلين ديال هذ الفريقين، وكنتمناو تكون الاستجابه وتكون الظروف ملائمه باش يكون العمل الصحفي في اعلى مستوى.